بهذا الفيديو راح نتعلم شلون نقول تليفوني، كتابك، حياتها، أمره، فصلنا، أصدقائهم، إلهم. اللي عليك بالبداية تفصل كلمات my, your, her, his, our, their. ندخل بالأمثلة my phone، تليفوني، my laptop، لابتوبي. اللي عليك تحفظ بالبداية الماي، بعدها تخلي الشي اللي هو مالتك. ندخل باليور، يور فون، تليفونك، يور ايج، عمرك، هر نيم، اسمها، هر لايف، حياتها، هز واتش، ساعته، هز بروبلم، مشكلته، اور كورس، الكورس مالتنا، اور هوم، بيتنا، their books، كتبهم، their friends، أصدقائهم.